أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية في العراق. وصف عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية عبد الله الخربيط عقد الاستثمار للأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي أنه سرقة في وضح النهار. وقال الخربيط إن مطار بغداد الدولي تم إعطاؤه هدية إلى شركة أجنبية خاسرة حتى تستفيد من أموال وثروات الشعب العراقي. وأوضح الخربيط أن ما حدث هو خارج ضوابط الاستثمار، مضيفا أن صاحب الشركة هو صديق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك تم إهداؤه أجزاء كبيرة من محيط بغداد. وأثارت قضية استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي جدلا بعد الحديث عن عملية تغيير ديموغرافي تستهدف مناطق حزام بغداد، فضلا عن وجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام. أقر الشريك السابق لشركة استشارات النفط أون أويل في العراق باسل الجراح بتورطه في 5 تهم بالرشوة في أول إدانة في تحقيق جنائي مستمر منذ 3 سنوات يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا. وقال المكتب إن الجراح أقر بالذنب في التآمر لتقديم ريشن تتعلق بترسية عقود توريد وتركيب منصات أحادية عائمة وخطوط أنابيب للنفط جنوبي العراق. وأضاف أن إدانة الجراح تأتي قبل 6 أشهر من مواجهة 3 متهمين آخرين في القضية، وهم زياد عقل المدير الإقليمي والسابق لدى أون أويل وستيفن ويتلي وبول بوند اللذان يعملان لحساب شركة أوفشور لخدمات النفط والغاز ومقرها هولندا. قال رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية هيبة الحلبوسي إن لجنته لا تعلم تفاصيل مشروع الأنبوب النفطي بين العراق وسوريا، وهي تسعى إلى معرفة أهدافه من الجهات الحكومية المختصة. وأشار الحلبوسي إلى أن زيادة منافذ تصدير النفط تقلل من أضرار الصراع المتوقع في الخليج على العراق، مؤكدا أن الدوافع الإيرانية وراء المشروع لا تنحصر في مشروع الأنبوب النفطي، بل تمتد لمشروع الربط السككي بين ميناء الإمام الخميني في إيران وميناء اللاذقية السوري مرورا بالعراق، محذرا من أنها قد تتعرض إلى عقوبات داخلية ودولية تمنع الجانب الإيراني من كسر قيود الحصار الاقتصادي. أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد الصفار أهمية إعداد الحكومة في بغداد لموازنة تكميلية في الشهر المقبل تتضمن مراعاة الفروقات بأسعار النفط عالميا وآليات توزيع الفائض على الأبواب المهمة. وقال الصفار إن هناك اختلافات واضحة بأسعار برميل النفط عالميا عند وضعه في الموازنة، ما يستوجب إيجاد تعديلات لأبواب الواردات تنسجم وحجم الفرق بين الوارد المخطط والوارد الفعلي. طالب رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني بضرورة إنقاذ نهر ديالى من جراء التلوث كونه يؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية والزراعية في المحافظة. وقال الدايني إن حماية بيئة الأنهار في ديالى ضرورة استراتيجية خاصة بعد تنامي معدلات التجاوز ورمي النفايات التي تشكل خطرا يهدد في بروز أمراض وأوبئة تهدد قضاء بعقوبة ومحيطها، إضافة إلى تراجع إنتاج الأراضي الزراعية في المحافظة وتردي الواقع المعيشي للفلاحين. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.